في إطار يعني مرافقة وزارة الداخلية لهذه الولاية الجديدة، قرر السيد وزير الداخلية وجماعة المحلية والتهيئة العمرانية مرافقة هذه الولايات عن طريق إعانة مالية ممنوحة من طرف صندوق الضمان والتضامن الجماعة المحلية وفق مرحلتين. مرحلة أولى تم منحهم إعانة مالية تقدر ب 60 مليون دينار مخصصة للتكفل بسير نفقات سير هذه الولايات خلال السداسي الثاني لسنة 2020-2021، وإعانة ثانية مالية لسنة 2022 تقدر ب 100 مليون دينار لكل ولاية، لمن خلالها سيتم إعداد أول ميزانية أولية بالنسبة لهذه الولايات، والتي ستكون أيضا محل تصويت من طرف أول المجلس الشعبي الولايات بالنسبة لهذه. هذه كانت المرافقة المالية بالإضافة إلى المرافقة التنظيمية اللي قامت بإخضاء رئيسنا الوزاري بإعداد يعني كل النصوص التنظيمية متعلقة بتحيين مختلف التشريعات والتنظيمات اللي تسير هذه الولايات الجديدة.